يا عم انت هتقعد تقول لي ايه ده ونفكر الموضوع ده حل ملوش غير حل واحد هنجيب ناس هنقلب الدنيا عليهم وهناخد حقي وحقك وحق ابوك بالمره ها يا بني ادم افهم الموضوع مش خناقه في حوره الناس دي مش بقيت تكون قتلت ابوك يا عم علي ده انت بتاع المحاماه والادله الراجل مات موتت ربنا قلبه وقف بعدين الناس دي لو خطره قوي كده ما كانوا تاخروا سوستين وخلاص ايه لازمه الحكايه اللي احنا فيها دي كلها ممكن بس دلوقتي لازم نوصل للحاجه اللي ابوك شايلها وهنوصل لها ازاي بقى دي كمان انا حاسس ان احنا بندور غلط بادئين اصلا غلط سر مع حبيبه حبيبه ماتت الله يرحمها نبدا نربطها عايز اوري هات شاي ولا تمام وزيت ميه تمام يا باشا انا عارف حسين ان حبيبه ماتت بس مين اللي كان معاها قبل ما تموت كان بتفكر في ايه يا سلام لو جبنا محضر القضيه وعنوانها موجود في كل حته بس مش ده اللي شاغلنا اللي شاغلنا اللي ورا حبيبه اللي قتلوها ولبسوا صفوه القضيه اكيد عارفين احنا بنفكر في ايه واكيد عارفين ابوك كمان قال لنا ايه قبل ما يموت كده اي حاجه هنوصل لها يوصلوا لها معانا بالظبط فالموضوع مش فتحه صدر ايه لا يا عم انا بقى ما علمنيش كده انا طول ما انا معايا الحق ما اخافش وبعدين انت يا جدع انت محامي يعني بتجيب حق الناس انا مش محامي يا حسين لسه ما بقتش محامي وبعدين نجيب حق الناس ونضيع حقنا يا ابني انت عندك مستقبل وعربيه نفسك تكبرها وعندك امك وانا عندي امي واخواتي دلوقتي في رقبتي والمنحه يا حسين مش عايزه تروح عليا طبعا اتفضل تسلم حبيبي باشا عودتك انا ومشيت معاك وجبنا الحاجه ورجعناها للناس هيسيبونا نعيش يبقى ملهاش غير فتحه الصدر روق بقى معايا وفوق كده بدماغك الحلوه دي وقول لي هنعمل ايه اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش